اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفي الكابتن سيد لاشين، نجم مصر والنادي الاهلي في تنس الطاوله. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك كابتن هيثم، ربنا يبارك فيك. منورنا ومنور قناه النادي الاهلي. والله يعني مش عايز اقول لك على السعاده اللي انا فيها باللي انا شايفه ده. حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يزيد ويبارك. تقدم جامد جدا بسم الله ما شاء الله. يعني حضرتك طبعا منور قناه النادي الاهلي وحضرتك اسم كبير كابتن. يمكن احنا جهزنا تقرير صغير كده طبعا عنك وعن مسيرتك، نشوفه كده ونرجع لبعض. نشوفه أعزائي المشاهدين، نروح نشوف تقرير أعدته طبعا أو أعده برنامج الأبطال عن بطلنا وعن نجمنا الكابتن سيد لاشين. نشوفه ورجع لحضراتكم. السيد لاشين أسطورة أهلاوية في ملاعب تنس الطاولة المصرية، هو أحد أعظم الأسماء في تاريخ تنس الطاولة الأهلاوية والمصرية بل والإفريقية أيضا. نجح في تخليد اسمه بأحرف من نور داخل سجلات اللعبة بكونه أول مصري وعربي وإفريقي يصعد لدور 32 في الأولمبياد. هو السيد أحمد لاشين، من مواليد 9 فبراير عام 1980 بمدينة الإسكندرية. بدأ حياته مع تنس الطاولة وهو في 10 من عمره، وتحديدا في مركز شباب الظاهرية، ومنه إلى نادي الرمل قبل أن ينتقل لصفوف نادي سبورتينج السكندري، ثم كانت النقلة الكبيرة بانضمامه لصفوف المارد الأحمر عام 2002. حقق لاشين العديد من البطولات خلال مسيرته الطويلة داخل ملاعب تنس الطاولة، فحقق مع الشياطين الحمر 15 لقبا للدوري و3 ألقاب لكأس مصر، إضافة إلى حصوله على 13 لقبا للبطولة العربية و3 بطولات للأندية الإفريقية، كما حصل مع الفراعنة على برونزية بطولة العالم للفرق و4 ذهبيات لكأس إفريقيا ومثلهم للبطولات العربية و3 دورات ألعاب عربية، كما شارك في دورتين للألعاب الفرنكفونية. وهو أول لاعب مصري يدخل قائمة أفضل 100 لاعب في العالم، وأيضا أول لاعب مصري يدخل قائمة اللاعبين بالاتحاد الدولي، وأول رئيس للجنة اللاعبين العرب، وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية. كانت أولى مشاركاته الدولية مع منتخبنا الوطني في عام 1997، وظل يرتدي قميص منتخبنا حتى اعتزاله الدولي عام 2018، وشارك مع المنتخب الوطني في 3 دورات أولمبية: سيدني عام 2000، وبكين عام 2008، ولندن عام 2012. وفي الأخيرة نجح في أن يصبح أول لاعب مصري وعربي وإفريقي يصعد لدور 32 من الأولمبياد. لاشين أسطورة ليس بفضل أدائه داخل الملعب فقط، لكنه يمتلك شخصية فولاذية متشبعة بحب الفوز وبروح الفانيلة الحمراء، وهو ما تجسد في فوزه على الصيني المجنس وصاحب التصنيف رقم 7 عالميا خلال مشاركته مع الشياطين الحمر في البطولة العربية والتي أقيمت بالمغرب في سبتمبر الماضي، وهو ما قاد النسر الأهلاوي لحصد اللقب الغالي. اهلا بحضراتكم من جديد كابتن سيد. يعني مشوار طويل بصراحه، يعني انت بتتفرج على الفيديو ده يعني عمرك كله مبسوط وفرحان باللي انا بشوفه. انت عارف الذكريات الجميله طبعا. وفي الملاعب بالذات لما الواحد كان بيلعب مع المنتخب، وربنا كرمنا بكم انجاز كده الحمد لله، يعني بترجع الذكريات الجميله دي. يمكن في الواحد الاولمبياد كان ليها يعني اكيد يعني دي حاجه لوحدها كده، حاله خاصه. انا ظروفها كانت حلوه قوي كمان. الحمد لله ربنا، صيام بقى وكنا متبهدلين هناك.
يعني وصلت دوري 32 وانت كنت صايم تلعب وانت صايم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد. انا يعني الصيام ده ما ينفعش، حتى لو عيان ولا حاجه برضو لازم اصوم. ما بعرفش اعوض الايام اللي ممكن الواحد يفطرها بره رمضان دي، ما بتجيش. ما تحس ان مالهاش طعم مثلا؟ لا، ما ايام ال 30 يوم بتوع رمضان هم ما لازم تحت اي وضع. الحمد لله ربنا يعينك دايما يا كابتن. يمكن 25 سنه مسيرك طويله جدا في اللعب. يمكن طب ايه، اصل تنس الطاوله ده يعني كلنا بنلعب تنس طاوله، بس عشان حد يحترف اللعبه دي يعني بتبقى صعب شويه. والله وانا يعني ما احترفتش بدري، يعني اللي هو في زملائي كان في المنتخب ابتدوا يخشوا القصه بدري، يعني اللي هو يتنقل من نادي لنادي والكلام ده، كان يعني نوعا ما في انديه محترفه قبل ما انا اروح سبورتنج. لما رحت سبورتنج قعدت سنه. بدات مع مين الاول يا كابتن؟ مع مركز شباب الضاريه. تمام. رحت بعد كده بعدين رحت نادي الرمل، وبعدين نادي سبورتنج. من سبورتنج ابتديت نوعا ما شم الاحتراف، تعرف معنى الاحتراف كبدايه كده. وبس هو سبورتنج يعني الجو العام بتاعه كان اللي ماسك الجهاز في الوقت ده كان العقيد خالد ثابت، تمام، وده الاب الروحي بتاعي، وده اللي علمني ده يمكن 70-80% من حياتي. عسكري، شخصيه عسكريه ملتزمه وحبوب ولذيذ، ويعني في كل حاجه ممكن تحس ان انت يعني محتاجها كقائد. فتعلمت منه كتير، وابتديت بقى يعني في الفتره اللي هي ال 15-16 سنه دي، انا كان عندي ساعتها يعني في الفتره دي كنت الشخصيه بتتكون والحكايه دي. ف يعني استفدت منه كتير قوي، اتعلمت منه حاجات كتير قوي اثرت بقى في حياتي بعد كده كلها. انت من سبورتنج رحت الاهلي يا كابتن؟ جيت الاهلي وانا عندي 22 يعني سنه 2002. حياتك تقريبا يعني بدايه حياتك كانت في الاهلي تقريبا؟ يعني اللي هو بقى احتراف كامل كان في الاهلي، لان سبورتنج هو يعني طبعا نادي عريق وجميل، وانا من احب الانديه اللي انا يعني حتى لما يعني بستنشا ان يبقى في بطوله يتلعب في سبورتنج عشان اروح وافتكر الايام بتاعت النادي. الصاله بتاعتهم كلها تنس طاوله، فببقى فرحان وانا رايح. ال 22 سنه جيت النادي، جيت الاهلي يعني، فحسيت في فرق. يعني سبورتنج عنده قصه ان انت بعد الاهلي والزمالك في تنس الطاوله دي اتس اوكي خلاص كده تمام زي الفل. تمام. انما الاهلي ما فيش انت بعد مين. صحيح. هو الاهلي وبعدين نفكر الناس تفكر، انما لازم انت تبقى واحد. فان انت تكون بتنافس على واحد يعني على رقم واحد في أي مجال وفي أي بطولة. صحيح. أنت بتلعبها ده يعني صحيح. ضغط صحيح كابتن. وأنا على فكرة أنا حتى يعني إحنا على المستوى الشخصي يعني على تواصل مع بعض دايما أكيد. ويمكن أنت دايما ليك تعبير ودايما إن النادي الأهلي عمره ما أثر معايا في حاجة، ودايما تقول الكلام ده في كل اتجاه وفي كل مكان وفي كل مناسبة. أكيد دي حقيقة. يعني مش يعني يمكن أنت كنت يعني يمكن أنت كنت من أول الناس اللي حتى بتحس إن حد بي يعني او لاعب او موقف او حاجه بتحصل بتقول لا النادي الاهلي فعلا ما اثرش معانا. هو ما اثرش معانا في حاجه، يعني انا في حياتي كلها هو يعني ما افتكرش ان انا مثلا اتخيلت حاجه ممكن تحصل وما حصلتش، يعني في الخيال كاحتراف. تمام. يعني انا 2002 حضرت الثورتين وازمه كورونا والحاجات دي، اكتر حاجه اللي الناس بتبقى فيها مشاكل مثلا مشاكل ماديه. الاهلي ما عملش حاجه، ما اتخصمليش، يمكن انا مره واحده في حياتي كلها كابتن اشرف خصم لي 50 جنيه وكان خاصمها عشان حلف، وكنا لسه كسبانين الدوري في يوميها، فانا بغلس عليه فقال لي طب والله لا اخصم لك، قلت له مسامحك في 50 انما في حياتي الحمد لله عمره ما اتخصم لي حاجه، لا يعني لا سوء سلوك ولا انها مثلا ظرف النادي في عز مثلا لما الثوره قامت والمداخل النادي السبونسرز والحاجات دي ابتدوا ياثروا وما بيدفعوش، ما اتخصم لناش حاجه، حصل جدوله وكل واحد خد حقه. يمكن من الحاجات اللي انا يعني حتى لما باجي اتكلم مع حد يعني بتكلم ان انا كان في زميلنا معانا في النادي وراح الزمالك اسمه كريم خالد. بعد سنتين تمام هو بيمضي في الكشف معايا لانه ليه فلوس. صحيح. بعد سنتين ما ساب النادي، يعني ساب النادي وراح الزمالك سنتين تمام بياخد فلوسه في النادي زي سعيد. زيه انا سعيد ان حضرتك بتقول الكلام ده، لان انا كنت لسه قايله قبل ما حضرتك تبقى معايا طبعا. شرفني
فممكن الناس تقول لك اه ما هيثم بيقول كده يعني قناه الاهلي ما لازم يقول كده. لا لا, لا والله ده حقيقه, ده حقيقه. مفيش واحد مفيش لاعب في النادي الاهلي يعني من اللي انا عشرتهم, انا بقالي 18 سنه في النادي, 18 سنه في النادي مفيش حد راح عليه مليم في النادي يعني. طيب انا طبعا يهمني اعرف محطات مهمه في حياتك واول مباراه اللي انت يعني مظلت في دماغك محفوره, ولكن خلينا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين, هروح لفاصل وارجع تاني عشان نكمل حوارنا مع الكابتن سيد لاشين نجم مصر ونادي الاهلي في تنس الطاوله. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما نروح طبعا لاستكمال حوارنا مع الكابتن سيد, طبعا انتوا عارفين ان فريق الباسكت سيدات بيلعب دلوقتي مباراته الثانيه مع سبورتنج, والحقيقه حتى الان بيأدوا اداء جيد. النتيجه 32-27 واحداث الشوط الثاني شغاله, احنا معاكم وهنوليكم برضو بالنتيجه ان شاء الله, ربنا يكرمهم النهارده عشان تتعادل النتيجه 1-1 ونلعب بعد بكره المباراه الفيصل, يا رب يتوفقوا النهارده. كابتن سيد, يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن المباراه يعني محفوره في ذاكرتك, انهي مباراه؟ هو في كتير بس هي يمكن الاخيره دي عشان اقرب حاجه, ف دي اللي هي وعملت صيت جامد والماتش كان متذاع بس على الفيسبوك يعني لايف, كان متذاع كتير وناس كتير شافوه, وكان ناس كتير برضو يعني بالبلدي كده راميه طوبه الماتش والماتش خلص وبتاع, والحمد لله ربنا نفخ في صورتنا وكسبنا الماتش والبطوله رجعت. كان نادي قطر قطري وكنا خسرانين 2-1 وانا بلعب مع رقم 7 على العالم. 7 على العالم نسيته. صيني. صيني. الصين طبعا هناك اول شويه, اول شويه دول صينيين. اول شويه دول ما تسالش صينيين على طول. السابع طبعا جايبينه طبعا فريق قطر القطري وبيلعب بطوله عربيه. البطوله العربيه دي كانت فين؟ كانت في المغرب. المغرب سنه كام يا كابتن؟ لسه السنه فاتت من سنه, من سنه التقرير, التقرير اللي احنا زعلناه كانت فيه لقطات منه؟ لا لقطات ما كانتش فيه. طيب كانت الماتش ده طبعا الناس قالت لك سيد رايح يشيل 3-0 اكيد. في ناس يعني كانوا خلاص رموا طوبه الماتش ويعني هو. احكي لي عن سير المباراه عشان الماتش ده يعني واضح انه كان قوي. هو اول ماتش ابتديت انا مع واحد يعني لعيب عند قطري اسمه محمد عبد الوهاب. تمام. هو اساسا عراقي وبيلعب باسم قطري يعني وبتاع. تمام الحمد لله كسبت 3-1. حسيت ان الماتش كله يعني انتهى بالنسبه لي. ده لسه الماتش هو الماتش واحد كله. فكسبت الحمد لله اول ماتش 3-1, والتنشنه بتبقى كبيره قوي عندنا لما تيجي تلعب مع لعيب عربي لان انت الصيني ده المفروض ان هو هيكسب الماتشين واحنا بقى بنلعب ان ما حدش يخسر من عربي ايا كانت الفرقه. فالحمد لله ربنا كرمني كسبت الماتش وبتاع والله. خدت ثقه في نفسك اكتر؟ لا خالص انا ارتحت. مش قصه ثقه, انا ارتحت وخلاص كده الحمد لله. ان شاء الله كده شومان يكسب محمد عبد الوهاب والبيلي يكسب احمد خليل مهند. خلاص احنا هنكسب. خلي بالك ده اللي خلاك تكسب الماتش. لا ما انا هقول لك بل. طب قول لي. خلينا نكسب الماتش. اولا بعد التنشنه والشده وشد عصبي رهيب, انت كده يعني عملت 100% من مهمتك خلاص. اللي انت جاي عشان عملته. عملته الحمد لله. كسبت اللعيبه العرب كده زي الفل كده 100%. فخلصت الماتش حتى يعني من كتر اعصابي كانت ايدي خلاص من كتر الشده ايدي بتعمل كده ونقص سكر وبتاع وليله. ده انت لعبتك لعبت ما هي يعني كده الزاويه ملي تفرق. بعد ما خلصت بقى ايه جسمي فك خالص. جسمك فك. فروحت خدت دوش في الصاله وقعدت استنى بقى الماتش تاني. انا خلاص كده كده الماتش الصيني ده مش هيفرق معايا يعني مش ما انا هخسر من الصيني وكل واحد كده هيكسب الماتش. الصيني ده السابع العالم. ده صيني. ده صيني اللي هو اللي يعني تقفيل صيني. ده تقفيل صيني يعني حاجه الماتش ميت. فالحمد لله رب العالمين نزلت يعني حصل موقف كده يعني معانا البيلي ما توفقش هوبا فنزلت مع اللعيب العربي اللي قصاده فكده خلاص الماتش راح. لان هم الخطه عن في البطوله دي ان الصيني يكسب الماتشين واي حد من العرب يكسب ماتش. فده اللي حصل لان هو خلاص العربي كسب ويبقى احنا كده خلاص الماتش راح يعني. فانا نازل بقى اللي هو ماتش تحصيل حاصل واحنا كده هم غلطوا غلطه ان هم يعني مبروك وبتاع وفرحوا ان هو بالمكسب. تمام ما اعرفش ان في واحد راقد في الدره. كنت قاعد انت برايبهم من بعيد. انا اهم حتى اللعيب الصيني احتفل. انا عارف الصينيين ما بيحتفلوش. ما هم بيحتفلوش بس هم الفرقه هو شاف الجو العام ان الماتش خلاص يعني خلص. بس انا كل اللي عملته انا حب يعني من اول ماتش لاخر ماتش انا مهم عندي كره واحده اكسب بونت بس. ما بفكرش الماتش يطلع ازاي ولا الكلام ده. صح. امتى بقى ابتديت افكر والله. والله الكلام ده بس هو صعب شويه. انا لقيت نفسي يعني في الجيم الثالث 2-0 ليا. 2-0
انا بلعب اصلا اللي هو ايه يعني ما فيش بقى ان انا خايف ولا حاجه، لا هو الموضوع يعني فيش اكتر من الموت، فانا ميت ميت. فبلعب والماتش ماشي كويس الحمد لله، والماتش ماشي في ناحيتي، والولا خاف كمان الصيني ده خاف، فده زود كمان ثقتي وابتديت العب. ابتدى هو يرمي خلاص بقى الماتش بيروح وبتاع في الكلام ده، لا بيرمي مش تركيز، اللي هو بيلعب جامد وزي ما تيجي تيجي بقى خلاص. ما هو بيخسر الكلام ده في اخر 3-4 كور في الجيم التالت، انا كسبت 1-0. فمع الشده دي انا يعني عارف يا رب اكسب الماتش، ما ينفعش بعد كل ده اخسره واخسره على بنت ولا حاجه والموضوع يروح والماتش يروح، لان لو خد هو لو خد جيم هيدور الضرب في الصاله كلها مش في انا بس. تمام. فالحمد لله رب العالمين يعني والله اخر بنتين انا فاكرهم. البنت الاولاني انا البادج على صدرنا هنا واحنا بنلعب، فابص للبادج كده يا رب يا رب تبقى اخر بطوله ليا مع النادي بس اكسب البونت ده واخلص. تمام. خسرت البونت الاولاني. تمام. والله العظيم بعديها انا اعتمدت على الله في الاول والاخر، وبصيت برضو لشعار النادي انا بحبه اصلا، يعني من الحاجات اللي الواحد عينه بتحبها يعني، فبصيت على شعار النادي كده وتوكلت على الله واستهديت بالله ونويت. انا المفروض ان قوتي الفورهاند. تمام. فانا توكلت على الله ان انا هرمي الارسال ترد لك زي ما تيجي فورهاند من اي حته لاي حته وخلاص، انا يعني مش هفكر هي كده. فاحنا في كره بيبقى كده زي ما بتقول كده ايه عاليه الشبكه سنه حاجة. يعني يا دوب شعره ما تقدرش تشوطها. لا ما انا خلاص بقى أنا خلاص احنا معتمدين بقى احنا معتمدين وشايفين ان الحمد لله رب العالمين توفيق ربنا معايا. وسعت نفسك ورحت شغل والله العظيم خدتها كده، ما تعرفش بقى ايه اللي حصل. يعني جت حتى هي ما جاتش في مضربه اصلا، تمام، مسكها بايده تمام. فعارف اللي هو ايه، انا دخلت دنيا ثانيه كده، ما صدقتش بقى خلاص بقى يعني كانت مباراه شوقتنا هندور عليها وهتجنن من كتر الضغط بتاع الماتش ده كان اخر حاجه كده يعني من الماتشات العزيزه على قلبي. اكيد يا كابتن. وكمان خلي بالك انجازات التنس الطاوله في نادي الاهلي كبيره، وهستعرضها معاك كمان. لا الحمد لله احنا من الالعاب المسيطره شويه بس بعد الفاصل هنستعرض انجازات طبعا تنس الارضي 18 سنه من عمرك. تنس طاوله انا اسف تنس الطاوله لان 18 سنه الحمد لله فاضل ازاي بنستعدين ونرجع عشان نستعرض مع كابتن سيد انجازات تنس الطاوله في النادي الاهلي. فاصل سريع وارجع لحضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن كابتن سيد انت حضرت 18 سنه من عمرك مع النادي الاهلي، 18 سنه دول كانوا مليئين بالانجازات، اكيد في انجازات قبلك واكيد في انجازات بعدك. اكيد. طب احنا عملنا تقرير استعرضنا فيه سريعا كده انجازات النادي الاهلي في الفتره الاخيره. خلينا نشوف التقرير ده مع بعض وارجع اناقشك في انجازات النادي الاهلي. اعزائي المشاهدين هنشوف تقرير عن انجازات تنس الطاوله في النادي الاهلي وارجع طبعا عشان نستعرض نتائج هذا التقرير مع ضيف الكابتن سيد لاشين. تنس الطاوله الاهلاوي ومسيره حافله من الانجازات العربيه والقاريه والعالميه. لم يستغرق النادي الاهلي كثيرا من الوقت لادراج لعبه تنس الطاوله بين الألعاب التي اعتمدها النادي لخدمة الرياضة المصرية، فما هي إلا بضع سنوات على إنشاء نادي الوطنية إلا وكانت رياضة تنس الطاولة حاضرة على سبيل التسلية لأعضاء القلعة الحمراء، وذلك في عام 1918. إلا أن البداية الحقيقية لتنس الطاولة بالأهلي وانتشارها وإقامة مسابقات لها داخل جدران النادي يعود إلى عام 1930 الذي شهد حرص إدارة النادي على إعداد طاولة رسمية لتنس الطاولة ليبدأ التنافس بين الأعضاء بعضهم البعض، ليشهد عام 1931 تأسيس أول اتحاد للعبة بمساهمة من النادي الأهلي كعادته في نشر الألعاب الرياضية وتأسيس الاتحادات الرياضية، فكان داوود راتب سكرتير النادي الأهلي أول رئيس لاتحاد تنس الطاولة في مصر. لذا لم يكن غريبا أن يهيمن قطاع تنس الطاولة في النادي الأهلي على البطولات المحلية والإقليمية عن جدارة واستحقاق، محققا لقب الدوري في 30 مناسبة وخمسة ألقاب لبطولة كأس مصر و19 لقبا للبطولة العربية وثلاثة ألقاب للبطولة الإفريقية. يا سلام يا نديم، يا سلام على التقسيم،
يا سلام على كاس مصر، ليقدم الأهلي العديد من الأبطال والبطلات لرفع راية الوطن في المحافل الدولية، ساهموا في تتويج مصر بالعديد من الميداليات القارية والدولية، بالإضافة إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في العديد من المناسبات بقيادة الأسطورة السيد لاشين الذي شارك في الأولمبياد في 3 دورات مختلفة. ولأنه النادي الأهلي الذي لا ينضب عن تقديم المواهب الرياضية لمختلف الفرق الرياضية في كافة الألعاب، فقد شهدت السنوات الأخيرة بزوغ نجم هنا جودة آخر حبة في عنقود أسرة تنس الطاولة الأهلوية، وهي صاحبة ذهبية بطولة العالم تحت 12 سنة التي أقيمت بسلطنة عمان، لتحتل المركز الرابع في التصنيف العالمي تحت 15 سنة، واعتبرها الاتحاد الدولي لتنس الطاولة من أهم المواهب في العالم. إلى جانب تتويج بنت الأهلي دينا علاء مشرف بذهبية فرد السيدات وذهبية الفرق وذهبية زوج المختلط وبرونزية زوج السيدات في دورة الألعاب الإفريقية الأخيرة، ويسرى أشرف حلمي المتواجة مع المنتخب ببرونزية زوج السيدات بدورة الألعاب الإفريقية، ومحمد البيلي الفائز بفضية زوج الرجال بدورة الألعاب الإفريقية، ليواصل نصور الأهلي في قطاع تنس الطاولة رحلة التألق والتفوق على كافة المنافسين محلياً وعربياً وإفريقياً. تاريخ امتد من سنة 1930، 90 سنة تاريخ التنس الطاولة في النادي الأهلي. 90 سنة هنقول فيه هنجيبه بزي دول 90 سنة هنقول فيهم ايه دول؟ انا هقول اللي انا حضرته 18 بتوع هتكلم فيه من زمان. انا اللي ما شفتوش ما هتكلمش فيه. انا اول ما جيت النادي كان رئيس الجهاز كان دكتور علاء مشرف، وكابتن اشرف كان هو مدرب عام رجال، كابتن اشرف عبد الفتاح، وكابتن احمد نصير الله يرحمه كان مدرب عام السيدات. كان ليهم سياسة واضحة وصريحة ان هم عايزين الصغيرين يطلعوا ويجمدوا ويبقوا بسرعة، فكان في دعم مش طبيعي في الماء. انا اول مجلس احضره كان مجلس كابتن حسن حمدي، تمام 2002، تمام بعد وفاة الكابتن صالح الله يرحمه. من الوقت ده وسياسة النادي ناشئين مهتمين جدا بالناشئين والناشئات اهتمام غير طبيعي. السنة اللي قبلها أو السنتين اللي قبلها كان في منافسة كبيرة بين أهلي وزمالك وسبورتنج في الناشئين، تمام. من بعد ما جيت يعني من سنة 2002 يمكن سنة وبعدين بقى المنافسة يعني كيف الأهلي، الخطة اللي كان دكتور علاء عاملها وكابتن أشرف وكابتن أحمد نصير الله يرحمه فرقت جامد قوي، طلعوا أجيال، تمام، منها دلوقتي حاليا في الوقت اللي أنا بكلمك فيه اللعيبة أكتر لعيبة موجودين في النادي الأهلي، وبرضه في لعيبه موجودين في نادي الزمالك كانوا من اولاد النادي الاهلي، والسيدات الحمد لله رب العالمين يعني اكتساح في الفردي وفي الفرق، بس يعني سوء توفيق في البطوله الاخرانيه. انما في الناشئين والناشئات لما تيجي تبص على البطولات الفرق واللي هي المجمعه هتلاقي ان انت مثلا يمكن يعني فوق ال 80% احنا واخدين بطولات، يعني اللي واخدين المركز الاول في 12 و15 و18 و21 ما شاء الله. وفي الولاد ده في الولاد، وفي في الولاد لا في الولاد خسرنا بس ايفنت واحد وكان عندنا فيه هو سوء توفيق بس مش اكتر برضه، يعني يمكن عندنا 1 و2 و3 في الترتيب الفردي، تمام، بس هو الماتش ظروفه كده يعني لسه برضه خبره والعيال محتاجه خبره وبتاع، خسروا الماتش وما عرفوش يلموا نفسهم. طب يا كابتن الصوره دي معلش على شمالنا دي دي مين دي بقى يا كابتن؟ دي هنا جوده. انت بتتكلم عن الناشئين دي هنا جوده دي كان عندها كام سنه؟ سنه كان عندها ولا 4 وحته دي صغيره خالص يا جماعه. لا 4 لا هي كان زمان عندها 4. انا فاهم. لا بهزر، انا بقول لك شكلها وهي جد ده انت رافعها على الترابيزه تتصور جنبها. هي واقفه على الترابيزه اللي كانت مقصوصه لها. طب انت يا كابتن كنت شايف ان هي كانت هتبقى بطله؟ انا بحب اقعد اصلا في الصاله دي اللي هي صاله الناشئين ده، انا هوايتي بروح اقعد، احب اقعد مع كابتن مسعد. كابتن سيد رحايم اللي هو شهير بكابتن مسعد ده من يعني من عمالقه تنس الطاوله في النادي. هتقعد هناك وتشرب الشاي؟ بالظبط ده الاساسي عندي. بروح اخد قعدتي وانبسط وبتاع، بعدين اروح على التمرين. تمام.
فكنت اروح عنده، كان ساعتها كابتن عادل شومان هو مدرب عام السيدات دلوقتي، وقال لي في بنت عندي عايزه تشوفها. تمام ماشي اشوف. تمام، فكانوا قصين لها ترابيزه بقى لها مثلا تمرينتين ثلاثه يعني، راحت لعبت وبعدين قصوا لها ترابيزه وابتدت تلعب. قصوا لها ترابيزه مخصوص، يعني شالوا حته من الرجل عشان الترابيزه تبقى على طولها يعني. تمام، فالكابتن عادل يقول لها اعملي كده، حاضر تعمل، اعملي كده، حاضر تعمل. وده يعني لسه عندها اربع سنين يعني، مفيش يعني مفيش حد كده في الدنيا يعني. ما شاء الله كسرت الدنيا دلوقتي. فدلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني بتلعب في السيدات وحاجه كبيره ورقم واحد على العالم في 15 سنه ما شاء الله. تمام، فربنا يحرسها ويكرمها وتفضل مكمله كده وواجهه مشرفه لينا يعني. ان شاء الله. كابتن سيد الحقيقه انت نورتني وشرفتني، والحلقه الحقيقه عدت بسرعه ما حسيتش بوقتها يعني. انت نجم كبير. انت القعده معاك ما تنسيش يا كابتن. لا انت طبعا انت بالذات وامانه يعني بتخلي الحلقه روحها حلوه جدا. ربنا يبارك فيك يا رب والله، ده من ذوقك، ويعني الواحد هنا بيبقى حاسس ان هو قاعد في بيته ف بيتكلم براحته يعني، مفيش حاجات، مفيش تكلفه نهائيه. جزء من النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي. اكيد طبعا. بشكرك أكيد. شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني يا كابتن. واتمنى لك كل التوفيق. ربنا يبارك فيك حبيبي، ربنا يكرمك. اعزائي المشاهدين، انتهت قصه بطل. انتظرونا الحلقه القادمه مع بطل جديد وقصه جديده والابطال. شكرا جزيلا.